صباح الخير على كل أوفياء الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو. أهلا وسهلا بكم معنا في ثاني حلقتنا خلال هذا الأسبوع من برنامج صحة وسلامة. اليوم الموعد ديالنا غادي يكون رفقة الدكتور عبد الخالق الرمضاني أخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية. واليوم الموضوع ديالنا غادي يكون على الصيدلية الخضراء، شنو هي، كيف ممكن تكون عندنا في الدار، وشنو المكونات الأساسية والرئيسية اللي كيخصها تكون فيها. فاليوم إن شاء الله غتكون عندنا نقط ومعلومات مهمة بزاف غادي نعرفوها رفقة الدكتور عبد الخالق الرمضاني. ومرحبا بتواصلكم معنا على الأرقام اللي غتكون مفتوحة دائما، وكيف العادة راه الإشارة هي 05 22 46 72 50 51 أو 52. وما تنسوش على أنه دائما بإمكانكم تواصلوا معنا كذلك عن طريق الرقم 5080، ما عليكم إلا تكتبوا في أول SMS أو الرسالة اللي غادي نتبعتوا بها كلمة صحة SHA، خليوا فراغ صغير وبعتوا السؤال ديالكم للرقم 5080. فاليوم هي فرصة باش غادي نعرفوا هذه الصيدلية الخضراء اللي كتكون من مواد طبيعية، شنو هي هذه المواد وشنو المكونات اللي فيها. فكيف ما قلنا كنعرفوا انه بزاف ديال الاسر المغربية كيحرصوا على انه تكون بعض الانواع ديال الاعشاب دائما حاضرة في الكوزينة او لا في المطبخ ديالهم. كاين اللي كيستعملها مباشرة في تحضير بعض الشهيوات، منها كتعطي نكهة وكتعطي لذة، وكيكون كذلك ذاك الغرض انه الانسان يستفد من بعض المكونات اللي كتكون فيها، خصوصا بعض الناس اللي مثلا كيكون عندهم بعض المشاكل الصحية كيبغوها بعض المرات انها تكون من ضمن العلاجات المصاحبة. غادي نعرفوا واش هاد المسألة كتكون صحية ولا لا، خصوصا إذا تكلمنا على الناس اللي كياخدوا أدوية أو علاجات اللي خاصة بداء السكري، سواء النوع الأول ولا النوع الثاني. الناس اللي عندهم مشاكل على مستوى ضغط الدم، سواء كان ارتفاع أو لا كان انخفاض، فشنو هي الأعشاب اللي خصهم يتفادوها، وشنو هي الأعشاب اللي كيف ما قلنا تقدر تكون كعلاجات مصاحبة وتكون حاضرة في هاد الصيدلية الخضراء كيف ما اختارينا أنه نسميوها باش تكون عندنا في الدار. كنذكركم على أنه أرقامنا غتكون هي 05 22 46 52 51 أو 52، كذلك الرقم 5080، وكتبوا كلمة صحة، خليوا فراغ صغير وبعثوا بالسؤال ديالكم للرقم 5080. فقط بغيت نقول الأم هاجر، الموضوع اللي كتسولي عليه هو خاص بالأمراض الجلدية، فتسمى يا أم هاجر الإجابة فيما يخص الحالة ديالك والحالة ديال بنيتها اللي كيف ما قلتي في العمر ديالها 7 سنين. غدا إن شاء الله تسمى الإجابة رفقة الدكتورة نائلة دراعو اللي هي طبيبة أخصائية في الأمراض الجلدية الشعر والأظافر. طيب ما يفوتناش هي فرصة بما أنه أم هاجر طرحت السؤال ديالها على أنه الحلقات ديال يوم الاثنين ويوم الجمعة هو الموعد المخصص اللي كيكون رفقة الأستاذ محمد الحميمي أخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية. الحلقات ديال يوم الثلاثاء كيف اليوم كيكون رافقني الدكتور عبد الخالق الرمضاني أخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية. الحلقات اللي هي خاصة بيوم الأربعاء كتكون رفقة الدكتورة نائلة دراعو طبيبة أخصائية في الأمراض الجلدية الشعر والأظافر. والحلقة اللي هي خاصة بيوم الخميس فعادة كيكون حاضر معنا فيها الدكتور مصطفى الودغيري اللي هو أخصائي في الطب الباطني وأمراض الشيخوخة. هادشي فقط بالنسبة للناس اللي كيطرحوا أسئلة ديالهم، ولكن كتكون خاصة بتخصص ديال مختص اللي كيكون حاضر معنا في حلقة أخرى. فغدا إن شاء الله تجربك الدكتورة نائلة دراعو، كذلك الحال بالنسبة لمصطفى والمشكلة اللي عندك ديال ليكزيما، فإن شاء الله غدا تسمى الإجابة رفقة الدكتور نائلة دراعو. نعيمة المشكل ديال السكري والعشبة اللي كتاخذي، اليوم ان شاء الله نجاوب عليها مع الدكتور عبد الخالق الرمضاني اللي غادي يلتحق بينا بعض لحظات في الحلقه ديال اليوم. دائما في برنامجكم صحه وسلامه وعلى ميد غاديو الاذاعه القريبه منكم. غادي نبقاو لحظه مع فاصل اعلاني وراجعين مباشره، فخليكم اوفياء دائما كيف ما عودتونا وبقاو معنا. ورجعنا دائما على ميد غاديو برنامجكم صحه وسلامه، اليوم مع الدكتور عبد الخالق الرمضاني اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه. صباح الخير دكتور الرمضاني، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا، تحيه لك، تحيه للطاقم المجموع، تحيه لجميع المستمعات والمستمعين. كيف ما شرنا في البدايه ديال الحلقه اليوم دكتور عبد الخالق الرمضاني الموضوع ديالنا على الصيدليه الخضراء، فربما هي يعني هذا العنوان غادي يحتاج منا لسلسله من الحلقات باش غادي نتكلموا على هذه الصيدليه اللي كيخصها تكون عندنا في الدار. غادي نعرفوا المكونات الرئيسيه اللي كتكون منها هذه الصيدليه الخضراء، ولكن قبل نسولك على الاسم. هاد المصطلح ديال الصيدلية الخضراء او لا فارماسي فيرت، هذا مصطلح اللي كيستعملوه بالاخص في كندا. في كندا يعني جميع البيوت جميع المنازل كتكون عندهم هاد واحد نوع شكل من الصيدلية كيسموها هي لا فارماسي فيرت، وكيكتبوا عليها لا فارماسي فيرت، واللي كيكون فيها واحد العدد كبير من الاعشاب والتوابل، واحد العدد من الأعشاب والتوابل اللي هما أصلا كاينين في المنازل ديالنا. باش نزيد نوضحو ملي كنهضروا على لا فارماسي فيرت، فهما عاطينها داك البعد الوقائي
وهما حد كيف ما احنا ان شاء الله عبر هاد الحلقات ديالنا ديال التوعيه والتحسيس فكنمشيو كنحاولوا نركزوا على ما هو الوقاي. بطبيعه الحال ملي كنكونوا مصابين بحاله مرض فبطبيعه الحال ضروري بالاستشاره. مثلا بعض المرات كنقدر تكون مثلا شي لظرف من الظروف للحاله ديال الجسم ديالنا او الطبيعه ديال واحد ماكولات كلينا كنقدروا نتصابوا بواحد المغص بواحد الحرق في الكرش ديالنا, الحريق اللي هو بسيط. اذا هنا في هذه الحاله في اغلب الاحيان كتقدر تكون مثلا واحد الحجم ديال الحويجات المتواجدين عندنا في البيت ديالنا يقدروا يحيدوا لنا هذا المغص, وهما حويجات اللي دائما كانت الاستعمالات ديالهم. مثلا دائما كنا كنسمعوا مثلا فاش الناس كيكون عندهم شي مشكل في المعده مثلا تقليل ولا شي حاجه كيستعملوا واحد الكويس ديال الزعتر. دائما فاش كتكون مثلا عندهم داك الحريق ديال الكرش ولا شي حاجه كيستعملوا واحد شويه ديال البابونج. يعني في هاد الحويجات هذه هي هما التعريف ديال لا فارماسي دار. هما بطبيعه الحال هما بحكم على انهم من البلدان ولو ان فيها واحد النوع مثلا المثل ديال كندا عندهم واحد شويه ديال الاعشاب, ولكن كيستوردوا الاعشاب من البلدان كامله. المغرب دايور من بين البلدان المصدره للاعشاب لكندا. اذا كتلقى في هذيك لا فارماسي واحد العدد كبير ديال الاعشاب اللي ربما احنا في هذه الحلقه هذه ما غاديش نطرقوا لها, ما غاديش نحتاجوا لها. غنبقاو في ما هو متداول, فيما هو معروف متواجد في المتناول, واللي بطبيعه الحال المساله الاخرى اللي دائما كنركزوا عليها الحويجات اللي ما يكونوش عندهم اعراض ولا مضاعفات او لا الله يحفظ تقدر تصيبنا ببعض التسممات. اذا جميع الحويجات اللي غنقترحوا هما حويجات اللي ديال التعامل اليومي ديال الحويجات اللي هما يقدروا يوقعوا لنا كل نهار. مثلا حرق ديال البصر خفيف عرفت شويه ديال مثلا الحرق ديال الكرش, شويه ديال 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 السعال. علاش؟ باش من هاني فضلوا وحتى ديك التعامل الاولي ديك الاسعافات الاوليه كتقدر بالمواد الطبيعيه. هضرنا على الاعشاب حتى بعض الزيوت الاساسيه وهنا غادي وكان هذا هو سؤالي, واش الصيدليه الخضراء كتكون حتى من ضمن المكونات ديال الزيوت الاساسيه ماشي فقط غير الاعشاب؟ بطبيعه الحال مثلا بعض المرات كنقدروا نتصابوا بعض الكدمات. مثلا ضربت شي حاجه ونفخات لي يدي, يعني شي حاجه بسيطه ما كاينش مشكل اللي هو كنقدروا نستعملوا بعض الزيوت الاساسيه. نذكر منها مثلا الزيت الاساسي ديال الازير بسيط, ولا بطبيعه الحال كاين الزيت الاساسي ديال القرفه اللي هو في مستوى اكثر في هذه النقطه. هذا المثل هذا اللي عطيت يعني عنده منفعه اكثر. فهنا حويجات بسيط اللي نقدروا نديروهم ويقدروا يعطيونا واحد تحسن اللي هو سريع. كاين كذلك مثلا حويجات اخرين اللي هما مزيان يكونوا عندنا في الصيدليه الخضراء ديالنا, اللي وضيو مثلا الماده ديال العسل, بعض الحروقات اللي كتكون خفيفه. فبطبيعه الحال العسل ولو انه دراسات بينات على ان المنافعه ديالو كتكون اكثر بكثير في هذه الحروقات اللي هي خفيفه, ولكن كنلاحظوا على ان كانت هذيك الحروقات ولا شي حاجه بحالكم واحد شويه ديال العسل, يعني لا سيكاتريزاسيون كتكون, يعني الالتئام ديال ذاك الجرح كيكون بواحد الشكل اللي هو واحد الوتيره اللي هي سريعه. وحتى النوعيه يعني كيفاش كيبرى داك الشيء لا كاليتي كتكون بواحد الشكل اللي هو ممتاز. نعم, غادي نقول للمستمعين الكرام مرحبا بتساؤلاتكم على 0522 46 72 50 51 أو 52 والرقم 50 80. كتبوا فقط كلمة صحة SAHA خليوا فراغ صغير وبعثوا بالسؤال ديالكم في رسالة قصيرة SMS للرقم 50 80. في أول مكالمة غادي نمشوا باش ناخدوا إيمان على الخط معنا من شيشاوة. صباح الخير إيمان. صباح الخير معنا إيمان. كنزيني دغيا حدث عندي معنا إيمان على الهواء مباشرة, احنا كنسمعوك, تفضلي شنو هو سؤالك؟ أهلا وسهلا يا اختي عصف. تفضلي ايمان, مرحبا بك اختي. بغيت نسول على الصبار. على الصبار؟ اييه, نبتدي الصبار.
واش اش الفريق هذا الصباح انت شفتنا حنايا هنايا وما كيليق ما في الفريق. واخا ايما نجاوبوا على السؤال ديالك وشكرا اللي كنتي معنا من شيشاوة. النبته ديال الصبار دكتور عبد الخالق الرمضاني واش تصلح انها تكون من ضمن المكونات ديال الصيدليه الخضراء ولاش الاستعمال ديالها تقدر تكون؟ هي كنلاحظوا الصبار حيت هذا المصطلح هذا كتقال لواحد العدد كبير ديال الاعشاب في المغرب. مثلا الصبار كاين اللي كيقولها الكابخ الكابخي اللي هو كيعطينا واحد النوع ديال واحد بحال جلبانه صغيورين واحد لي فخوي اللي كنرقدوهم وكنستعملوهم الكابخي. هذا بطبيعه الحال عنده واحد القيمه غذائيه ولو ان المغرب دوله مصدره ليه كبير ولكن ما كنستهلكوش يعني كنصدروه بواحد النسبه تقريبا اللي فايته 98% من الانتاجات الداخليه. يعني الانسان المغربي نادرا ما غتلقى في المطبخ ديالنا هذا لو كاب يعني هذا الصبا حاضر ولو انه عنده كذلك عنده واحد منافع كثيره من بينها مثلا على انه محفز للعمل ديال الكبد مزيان. مثلا انه دايوغ هو واحد الخليط اللي كي مناسب مزيان للوظيفه ديال الكبد. مثلا الا خلطناه مع شويه ديال الكركم ديال الخرقوم البلدي. وهنا نبغي نشير هذه كانت جاتني في واحد التساؤل في على الانترنت على همتى نوصلوا الاضرار ديال الخرقوم. فباش نوصلوا للسميه ديال الخرقوم فراه باش نوصلوا لهذيك المضاعفات ديالو. هو بطبيعه الحال بالنسبه للناس يعني اللي عندهم مشكل ديال المعده وداك الشيء يستعملوه بواحد الشكل خاصه القرحه ديال المعده يستعملوه بواحد الكميه اللي هي قليله. ولكن باش نوصلوا للسميه ديالو فراه خاصنا تقريبا نستهلكوا واحد الكميه تقريبا اللي كتوازي 100 ملي غرام تقريبا بالنسبه لكل كيلو يعني 100 ملي غرام بار كيلو. بمعنى ان الطفل اللي عنده ولو انه من الاحسن ما يستعملش عند الطفل مثلا الانسان عنده مثلا واحد فيه 10 كيلو خاصو يستهلك يعني واحد الغرام منه عاد فاش وصلت 100. الا فيه 50 كيلو ما يفوتش 5 غرام. الا فيه 100 كيلو بطبيعه الحال ما يفوتش 10 غرام. وكنلقاو مثلا حتى في دوك الاقراص اللي كتسوق ديالو اللي كاينه في الصيدليه فنادرا ما كتفوت غرام او لا 2 غرام. وعلما بانه الاستعمال ديالو كينصحوا دائما المنصوح هو غرام حتى 2 غرام في اليوم. اذا باش نرجع للصبار كذلك الصبار كاين اللي كاين كيقولوها حتى الهنديه اللي هي من نوع ديال نعم اللي بدينا كنسميوه الدرك يعني اللي كيعطي داك الكرموس الهندي الدرك. نعم. هذاك يعني الاستعمالات ديالو كثيره بالاضافه الى انه كفروي يعني المنافع ديالو كثيره على الجهاز الهضمي. المنافع ديالو غذائيه القيمه ديالو غذائيه مرتفعه بزاف. بالاضافه الى ذلك فالاستعمال حتى بعض المكونات اخرى ديالو مثلا هذيك دوك لي راكيت ديالو يعني دوك الوريقات دوك ماشي دوك الوريقات دوك اللي يلاه كيوقفوا هما اللي كيعطيونا داك الدرك فاش كيكونوا باقيين صغار. فهذوك كنقدروا ندخلوهم مثلا في التغذيه ديالنا وهما غنيين بواحد النوع من الالياف اللي كي هنا هاد الالياف هادو كيقربوا لينا هذيك الاحساس بالشبع وكيخليو وكيناسبوا بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل في باش يوزنوا باش يقادوا التغذيه ديالهم. الكابخ كذلك هنا في الحالات بجوج حتى هو كينفع في هذا الاتجاه هذا يعني فاش كيدخل التغذيه ديالنا وكاش كندخلوه مثلا في هذيك لاسالاد بالاضافه الى المذاق ديالو ولو ان المذاق ديالو ما كيحبدوش بزاف المغاربه حيت المساله ديال العاده متعودوش عليه وكاينه في واحد المروره علما بانه دي تخي بريزي يعني كاينه واحد الاقبال عليه كبير في دول اخرى منهم مثلا فرنسا اسبانيا كذلك. اذا هو كذلك يقرب لنا هذا الاحساس بالشبع وكيخلي حتى الوظيفه ديال الجهاز الهضمي بالاضافه للكبد اللي ذكرت كتكون بواحد الشكل اللي هو ممتاز. نعم لالوي فيرا كذلك اللي كيوقع عليه الخلط دكتور عبد الخالق الرمضاني وكيسميها النبته ديال الصبار حتى بالنسبه لالوي فيرا. لالويفيرا مزيان اللي ذكرناها. لالويفيرا يعني في التاريخ ديالها لالويفيرا كانوا الاستعمالات ديالها كانت الاستعمالات ديالها خاصة الاستعمالات خارجية. دابا كنلاحظوا
بل من بعد واحد الموجة اللي الحمد لله مشات، من بعد واحد الموجة ولا الإقبال على لالويفيرا على أنها واحد العشبة بين قوسين سحرية. لالويفيرا هي تهي كانت داخلة في ديك عندنا احنا يعني داخلة في ديك الإسعافات الأولية، ولكن خاصة هضرنا قبيلة على ديك الكدمات، هضرنا قبيلة فاش كانت نضربوا شي حاجة مثلا، خاصة كانت كدار مثلا في العربيات مثلا هذاك السارح مثلا فاش كيكون غادي كيتسارع كيضرب مثلا شي حجرة ولا شي جرة كيتنفخ شوية كياخد واحد لالويفيرا كيهرسها اللي هي كذلك في بعض المناطق كيسموها كذلك الصبار، وكياخدها وكيديرها على ديك على هذيك المنطقة، وفعلا مضادة للالتهاب، فعلا فيها لالويفيرا لالويتين، فيها واحد العدد كبير ديال المكونات، وهاد المكونات غنعاود نطرق لهم، يعني هادو كينفعونا باش نقصوا من الحده ديال هذيك الوجع، ولا حتى ديك المضاعفات اللي تقدر تكون تاع ديك لي كوموز ديك الزروقيه وداك الشيء ما كتكونش بواحد الشكل اللي هو كثير ودغيا كتبرى. هذه كنلاحظوا لان في بعض النصائح كي الاستعمالات ديالها خاصنا نعرفوا ان احنا في هذه المواد اللي ذكرت انا لالوين لالويتين مثلا اللي هي مواد اللي تقدر تسبب لنا حالات ديال الاسهال، واحد الإسهال اللي شوية خايف. هنا راه كنتكلموا راه انتقلنا من الاستعمال الخارجي مشينا للاستعمال الداخلي. إذا هنا ما حدنا كنقربوا لهذيك الورقة اللي كاينة على برا، يعني ديك الورقة الخضراء حيت كاين كتكون فيها واحد الوقت دايره فحال الجال الوسط، ما حدنا كنقربوا الورقة ديال على برا، ما حدنا كنكون ديك الكمية ديال هاد المكونات هادو اللي ذكرت كثيرة. إذا هما هاد المواد هادو يعني قريبة السمية ديالهم، يعني قدروا دغيا تصابوا بحالة ديال التسمم. إذا الاستعمال الداخلي أنا ما كنصحش به. اللهم كاين بعض المستخلصات ديال لالويفيرا اللي كتقدر اللي كتمشي يعني بطرق اللي هي حيت الاستخلاص ديال المكون ديالها الداخلي فراه هو حرفة، ماشي أي واحد يقدر ياخذها. ولاحظنا أن كل شيء ولا مربيها في ديورهم، كل شيء ولا مثلا كيدور كيجمعها في الملقاها باش كياخذ لها هذيك المكونات ديالها الداخلية، فهذه مسألة اللي ما كننصحوش بها. نعم، بالنسبة للاستعمالات ديالها لأن سؤالات إيمان شنو تقدر دير مثلا بالنبتة ديال الصبار لأن عندهم كثيرة، مثلا في مواد جميلية للشعر مثلا أو لا؟ هي الاستعمالات الخارجية ديالها، ولكن هي كذلك كتدخل حتى في بعض المستحضرات. إذا كنا كنهضروا مثلا حتى الصبار على حسب المناطق كما كنا، كاين اللي كيسمى عيطوا ليه الكابخيي، كاين اللي لالويفيرا، كاين اللي كيمشيو سميتو الدرك، يعني هادو كاملين على حسب المناطق كتلقى مسمينو الصبار. هما فعلا واخا هكاك مرة فحال تقول من العائلة قريبة لبعضياتها. إذا في المحيط الاستعمالات الخارجية ديالو، فهو في الميدان ديال التجميل فكانوا كيستعملوه مثلا خاصة مثلا في المكسيك مثلا اللي متواجدة عندهم بزاف لالويفيرا وكيتعاملوا معها بزاف، يعني عندهم كما احنا عندنا تقليد ديال استعمال ديال الأرغان، فهما عندهم تقليد ديال الاستعمال بواحد شكل كتير ديال لالويفيرا، وهما بالأخص مدخلينها ولو في 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 الاستعمالات الخارجية وفي التجميل، خاصة التجميل مثلا ديال الوجه ديال السيدات كيفاش كيستعملوه، كيدخلوه في المستحضرات اللي كتكون اللي كيستعملوها قبل من اللبه قبل من الغسيل، منها مثلا كيستعملوها مثلا هذاك الجيل ديالها هو باش كيخلطوا واحد الانواع ديال الطين وكيديروها اون ماسك وكيخليوها واحد المده تقريبا ديال ما بين 15 دقيقه. هنا كنهضروا على الاستعمال اللي هو تقليدي، وكيمشيو فيه واحد المده ديال 15 حتى 30 دقيقه، ومن بعد منها كيكون الغسيل وتقليدي في التقليد ديالهم، يعني حتى داك الغسيل كيكون عير بالماء بوحدو، يعني من بعد من لالويفيرا ما كيستعملوش شي عير لوغانساج عير الماء بواحد الشكل اللي هو كثير غير التشلال بوحديته. نعم، غادي نمشيو من بعد ايمان هاد المره باش نتواصلوا مع محمد على الخط معنا من مدينه مراكش. صباح الخير محمد، وعليكم السلام ورحمه الله. سلام حار الاخت والدكتور كذلك. مرحبا بك محمد. متعلق انا مصاب شيء هنا بارتفاع الضغط على اعصابي تندي كوفيران. كوفيران الدكتور غادي يكون عنده فكره دواء خاص اخر لا طونسيون أكتريال بيت، وش هناك تويصف لي شي عشب نظرا كاين تأثير شوية على الأمعاء على الدواء،
كاين شي عشب معين مقابل هذا الدواء هذا العقاقير نستعمله، اما نستعمله اذا كان يعني فعال، واما نتعاون به في تخفيض نسبه ارتفاع الضغط العصبي. في عجاله لا بونسيون يعني الدياستوليك تيطلع عندي 14-15 الدياستوليك باش الطبيب راه عنده فكره تيكون عندي 8-9 ولا نورم العادي خصو يكون 7 7 هو 8-6 شحال العمر ديالك؟ العمر ديالي 56 سنه وعندي الوزن ولكن ندير ريجيم وتنحرب تندير شويه من الرياضه وداك الشيء. ايه ولاحظتي الوزن ديالك بدا كينقص محمد ولا لا بدون نتيجه؟ لا هو تينقص كان 100 ولا دابا 96 كيلو. ايه وتندير الحبال تنتريني ولكن الوزن ديالي ستابل وما مؤثرش يعني رجليا ما تيضروني ما تيضروني والو، ولكن لا بونسيون مع تنخدم في السطوندار عندي شويه كاين الضغط في المكالمات وفي الشكايات ديال المواطنين تنخدم في وكالة الماء والكهرباء يعني 32 سنة تمخض عليها هذا الارتفاع بالضغط لأن تكون هناك تحور مع المواطنين وخدمة بالليل وداك الشيء وتجي عليها شوية ديال الارتفاع مع كيبارسين غير بيتي عشب مقابل هذا العشب لأن هذا تيضرني شوية الأمعاء بيتي نستعملو إما نستعملو ديفينيتيف وإما نتعاون به. واخا الله يحفظك وشكرا. واضح محمد وشكرا لك تواصلتي معنا من مدينه مراكش. وهنا غادي ندخلوا للنقطه اللي هي خاصه بالعلاجات المصاحبه اللي تقدر تكون في هذه الصيدليه الخضراء اللي حنا كنتكلموا عليها اليوم دكتور عبد الخالق الرمضاني. فالحاله ديال محمد وتبارك الله عليه ضابط الامور وعارف المرض ديالو وعطانا ذكر كيف ما كنسميو بالدرجه ديالنا الرقم الكبير والرقم الصغير اللي هو خاص بضغط الدم راه مهم بزاف لانه بزاف ديال الناس لما كتقول له طونسيو كيقول لك هو كيوصل عندي 16-17 ولكن علاش حال يعني كيعطيك فقط فذاك الرقم الكبير والرقم الصغير نكونوا عارفينهم بزوج مسألة مهمة بزاف لأن كل واحد بالأهمية دياله. فدابا كيسولك محمد دكتور عبد الخالق الرمضاني على شي أنواع ديال الأعشاب اللي تقدر تكون كعلاجات مصاحبة في الحالة دياله هو كياخد الأدوية يعني ما نسوش التأثير ديال الدواء. هي غادي نعود غنبدأ من التفسير ديال لابريسيون ديال الضغط الدموي. بخلاصة يعني نقدر نلخصوها الأخوات والإخوان بهذا الشكل يعني داك الضغط اللي الفوقاني اللي كنسميوه الفوقاني او لا سيستوليك فهذاك شحال مرتفع شحال ما كيقدروا يكونوا تاثيرات خاصه على العروق وهذاك التحتاني شحال منخفض شحال ما كيقدر يكون تاثيرات على الراحه ديال القلب ديالنا يعني هنا هنا غير كملخص بسيط فيما يخص مثلا فاش كنهضروا على لا فارماسي فيرت ولا كما مثلا باش ناخذوها بالتعريف ديال الناس اللي كيستعملوا بزاف اللي هما كندا فهي عاطينها داك البعد الوقائي باش كيف ما ذكرت المشاكل اليوميه اللي هي متداوله اللي كاينه كثيره هي بطبيعه الحال داخله فيها واحد العدد كبير ديال الحوايج مثلا ذكرت قبيله الكركما كيستعملوه مثلا كمضاد للاكسده كواقي من واحد العدد كبير ديال الامراض كصديق للكبد اللي كيحرك العمل ديالها وهنا بطبيعه الحال ما ننساش على ان بوسكو هضرت قبيله على موانع الاستعمال ديالو نزيد نضيف ان من بين موانع الاستعمال ديالو هي فاش كيكون داك الانسان عندك الحجيرات مثلا في المراره وخاصه فاش كتكون في حاله ديال الحريق فمن الاحسن انه ما يستعملش مثلا الخرقوم البلدي لانه كيقدر هو يضيف لنا هذاك الوجع اذا هنا هاد الاستعمالات مثلا الجنجبر والسكينجبير اللي دائما متواجد عندنا في ديك لا فارماسي فيرت يعني داخل على انه مضاد خاصه للتقيؤ مثلا في الناس اللي كيسافروا كيكون عندهم مشاكل مثلا كنلقاو من بين الحويجات اللي حاضرين هنا غادي نوصلوا عند سي محمد منهم داخله مثلا التوم والتوم الهليين الهليسين واحد العدد كبير ديال المكونات اللي هي يعني بالاضافه لانها مضاده لواحد العدد كبير ديال الجرثومات ولا ديال واحد مشاكل مضافه الى انها محفز للمناعه كما هو الخرقوم كذلك فبالاضافه الى هذه كان فهي من بين المنافع ديالها هي انها يعني كتخلي الحركه ديال الدم ديالنا يعني كتفلودي فيك يعني الدم كيبقى يتحرك بواحد سهوله في العروق ديالنا وكذلك
شويه كتخفض لنا الضغط الدموي، كتخفض لنا كذلك حتى النسبه ديال نسبيا السكر، تعدل لنا النسبه ديال السكر في الدم. ولكن هادو كاملين حويجات اللي كيمشيو في المصاحبه. بمعنى ماشي شي انسان اللي عنده مثلا الضغط الدموي مرتفع بواحد الشكل اللي هو كثير، وكنقول ليه مثلا غتبدا تاخذ التمر غادي تقاد لك، غادي تنفعو يعني في اطار المصاحبه. نعم، ولكن يعني ياخذ الدواء ديالو بطبيعه الحال كيدخل في النظام الغذائي. واكثر من ذلك، اي حاجه كيستعملها خارج مثلا على الادويه اللي كيستعملها، ضروري على انه ينبه بها المعالج ديالو، ينبه بها الطبيب ديالو، يقول لي راه شنو كنستعمل معها. حيت راه كاين واحد لو شابيت، كاين واحد المساله اللي كنا تطرقنا لها في واحد الحلقه من الحلقات اللي هي التفاعلات. لان مثلا ذكرنا الثوم، فهي بطبيعه الحال فهي كتمشي في نفس الاتجاه ديال الادويه، بمعنى انها الله يحفظ تقدر تفوت الفعاليه ديالهم. وهنا الا فاتت الفعاليه ديالهم، مثلا راه هذا المعطى هذا ماشي غير مع الضغط الدموي، حتى مع داء السكري، حتى مع ديك المساله ديال انها كتجري الدم. وهنا كنعرفوا مثلا ان الثوم غير منصوح على انه ما تستعملش مع بعض الادويه اللي معروف على انها اونتيكواغيول، كتجري الدم في ماده ديال الوارفارين ولا شي حاجه اخرى. اذا هادو حويجات اللي ضروري نكونوا مستحضرين، وباش نكونوا مستحضرين وحنا مرتاحين ضروري ان احنا المعالج ديالنا الطبيب ديالنا ياخذ عين باي حاجه استعملناها من هاد لا فارماسي فيرت اللي ذكرناها. كذلك اللي نبغي نشير كذلك للسي محمد هو الاهميه ديال الوزن، ديال انقاص الوزن ديال ليجين دو في او ديال النمط ديال العيش. كانت عنده 100 كيلو دابا وصل 94. مهم بزاف على انه تكون واحد التغذيه المصاحبه، وفي واحد العدد كبير ديال ان احنا كنلاحظوا على انه واحد مثلا كيكون ارتفاق ديال الضغط الدموي، ومشاكل ديال بين ديال الكوليسترول، مشاكل حتى ديال السكري، كنلاحظوا على ان الحاله كتحسن بواحد الشكل كثير مباشره من بعد فاش كينقص الوزن، من بعد فاش كتكون واحد التغذيه اللي هي متوازنه. نعم، غادي نمشيو هاد المره من بعد محمد تواصل معنا من مراكش مع عتيقه على الخط، نتواصلوا معنا من مدينه مكناس. اهلا بك عتيقه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عتيقه الا سمحتي الراديو بعدي على الراديو عتيقه رجاء. مشكوره عتيقه، مرحبا بك. لكن الله يجازيك بخير، كنشكركم على هذا البرنامج. مرحبا. وبغيت نسولو بالنسبه لي، انا عندي سكر سنين هذه، يعني مده ديال 45 سنه ديال السكر. وكناخذ مهم طول حياتي زعما سنين هذو كناخذ المعدنوس، مره المعدنوس مره الثومه. اييه. ودابا الثومه سمعت بانها الا خديتها خضراء ولا هذا كتطيب المعده، و واش بالفعل ولا لا؟ والطريقه ديالها يعني كيفاش ناخذ هاد الثومه؟ أيه. واش مسلوقه، واش خضراء، واش وشحال في النهار؟ وبالنسبه للمعدنوس هذاك اللي سمعتو ثاني بان الا كثرتي منه ولا هذا كيخسر لك الدم، واش صحيحه هاد المعلومه ولا؟ اييه، واخا عتيقه نجاوبوا على الاسئله ديالك. غير عتيقه لانه ما شاء الله قلتي لي 45 سنه وانتي متعايشه مع داء السكري، هذا كيعني على انه مقاد، يعني الحمد لله ما كانش مضاعفات نهائيا. لا عندي جلاله، المهم جلاله اللي جلاله في العين. قصح العمر ديالك عتيقه؟ عندي 51 سنه. نعم، اذا عرفتي داء السكري وانتي باقا صغيره. ملي كانت عندي 5 سنين. نعم، من سنين 5 سنوات هذه زعما الحمد لله على كل حال. نعم، الكليتين الحمد لله في امان. لا الحمد لله كل شيء مزيان الحمد لله، يعني القلب كلاوي يعني الحمد لله. واخا تبارك الله عليك. على السولين والدواء وداك الشيء. نعم. الحمد لله الانسان غادي. نعم تبارك الله. كنعاودها دابا الثومه هذه سنين وانا كناخذها، ولكن سمعت بان كطيء معها مؤخرا تنحس بان شي مره كضرني الا كلت شي حاجه يعني مثقله ولا انا، قلت لك ما هي مطيبه للمعده ولا الله اعلم. واخا عتيقه نجاوبوا على الاسئله ديالك، وشكرا لك تواصلتي معنا من مدينه مكناس. فدكتور عبد الخالق الرمضاني، نقطه مهمه اشرت ليها عتيقه، تصابت بداء السكري وهي في العمر ديالها مازال 5 سنين، اليوم في العمر ديالها تقريبا 51 سنه، وقالت انه تقريبا المده ديال 45 سنه ولا ربما اكثر وهي مصابه بداء السكري، والحمد لله بدون مضاعفات. فهنا راه ديك الاراده ديال الانسان وذاك الوعي لما كيكون راه يقدر الانسان يتعايش مع المرض ويعيش حياه اللي كتكون عاديه وطبيعيه وبدون مضاعفات. الكليتين ديالها الحمد لله في امان، القلب ديالها كذلك مزيان، فهاد الامور راه ما كتجيش غير هكذاك، هذا كيعني انه السكري عندها راه مقاد مادام ما بانتش المضاعفات طيله هاد السنين كامله. بقى السؤال ديال عتيقه على المعدنوس، واش عنده علاقه بتخثر الدم، واش كيخثر الدم ولا لا؟ والثومه الا خداتها خضراء واش كتقدر طيب ليها المعده؟
هي عتيقة فكرتني في واحد الحالة، في واحد الحالة ديال واحد ديال واحد السيدة اللي حتى هي تقريبا كيتشابه هذيك الحالة. يعني فاش كتهضر ليك ربما حتى عتيقة تكون في نفسي فاش كتهضر ليك على داء السكري، خاصة على الناس اللي كيضربوا الانسولين، يعني كتهضر لك عليه على كأنك كتسمع المتخصص كيتكلم فعلا، كتهضر لك عليه ب حتى على الفيزيوباثولوجيا، يعني كيفاش كيتكون هذاك المرض وشنا هو علاش كيتكون، المسببات ديالو وكيفاش كنتعايشوا معه وكيفاش خاصنا نتعايشوا معه. واكثر من ذلك هاد السيده هذه ذكرت لي حتى النظريات ديال التعامل مع هذا المرض اللي كانت عبر واحد عبر الأوقات، حيث التعامل مع هذا المرض يعني كيختل كيتبدل، يعني كل مرة كيكون مستجدات. مثلا من بين المستجدات هو أنه حتى هاد النسبة ديال الكمية ديال الأنسولين اللي كنضربوها، من الأحسن أن احنا يكون واحد تكوين كبير ديال المريض باش ما تبقاش الكمية هي نفسها نفس اللي كيضرب يوم دائما كيضرب 30 في الصباح و15 في العشيه ولا شي حاجه هكا. الوحدات يعني كتبدل، الوحدات كتبدل على حسب اشنا هي الانشطه اللي كيدير، اشنا هي التغذيه، اشنو كلا، اشنو معاش كلا، اشنا هي الحركات اللي غيقوم بها، فين غادي معاش غينعس. يعني هذه المسائل هذه كامله يعني ولا المريض هو اللي كياخذ يتسوبرون شارج على حساب. وهنايا بيان سور بطبيعه الحال كتبقى واحد المراقبه يوم. يعني الاخت عتيقه غالبا غتكون 100% من بعد 45 سنه ديال التجربه، فراه غادي تكون تبارك الله يعني تمكنات بزاف من هذه النقطه هذه، اذا غادي تفهم حتى الحويجات اللي هما بساط اللي غادي نذكرهم ليها. مثلا الثوم، ذكرنا على الثوم وهذه معروفه عند الجميع على ان الثوم كيعاوننا باش كنعدلوا النسبه ديال السكر في الدم. هذه مساله اللي معروفه، ولكن المساله الاخرى اللي حنا خاصنا نعرفوها هو هذيك الماده ديال الانسولين. هذيك الماده ديال الانسولين من بعد فاش كتحرك في الدم في يعني فاش فاش في الدات ديالنا راها عندها واحد بدايه ونهايه. هذيك النهايه ديالها فين كتكون؟ يعني ديك التخريب ديالها ادات الوظيفه ديالها وجا الوقت انها باش تحيد في الكبد. في الكبد كاين واحد لي سيت، واحد المواقع فين كتجي الانسولين وكتخرب باش ما كتبقاش بواحد يعني كتبقى ما كتبقاش دائمه في الدات ديالنا، والا الا بقات دائمه النتيجه اللي غادي تكون هي النسبه ديال السكر غادي تزيد تطيح، وغادي تطيح لواحد المستوى اللي ما خاصناش. اذا المادة ديال الثوم، الثوم من بين المكونات اللي فيها الفيتوانسولين. الفيتوانسولين هي واحد المادة اللي نباتية ولكن شبيهة بالانسولين اللي احنا كنضرب، لدرجة انها في هذه المواقع هذه اللي انا ذكرتها يعني كتدخل اون كومبيتيسيون في صراع كتسابق مع الانسولين اللي هي اللي احنا كنضربوا. اذا اشنو كيجي من هذيك الانسولين ملي كتجي الوقت باش كتخرب باش كتدمر كتلقى ديك لي سيت عمرو بدات فيهم مثلا فيتوانسولين. اذا الانسولين كتعاود تزيد واحد كتبقى مرتفع في الدم، النتيجه اللي كتقدر تكون الله يحفظ هو الانسولين تفوت القياس ديالها، تفوت الخدمه ديالها، والله يحفظ نطيحوا في 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 مضاعفه اللي هي معروفه اللي هي نقصان ديال داء السكر ليبوغليسيمي، يعني النسبه ديال السكر كطيح بواحد الشكل كثير. هاد الحويجات هادو الاخت عتيقه وجميع الاخوان ضروري يكونوا مستحضرينهم. هاد الحويجات هادو راه كذلك يعني في شكل اخر كيكونوا حتى مع بعض الادويه. اذا سولت على الطريقة مثلا اللي بقات في واحد جوج لثلاثة الدروس ديال التومة في النهار، يعني هنا كتبقى المنفعة ديالهم كتكون شوية الحمد لله، وخاص بعيدة على المضاعفات اللي احنا ذكرناهم. الطريقة باش تستعملهم هما بطبيعة الحال إلا كلينا التومة بواحد الشكل اللي هو كثير، فمن بين الحويجات اللي كتعطينا دوك لي زيكور كنحسوا بالمعدة ديالنا كضرنا وداكشي، وفعلا كتقدر تسبب لنا حتى الحالة ديال التهاب ديال المعدة. هنا كاين طرق كثيره اللي كنستعملوها بها، يا اما ان احنا الا كانت الامكانيه ديال ان احنا ناكلوها بالجلده ديالها بالقشره ديالها، هنا يكفي ان احنا كنجرحوها وكناكلوها، هنا ما كتكونش عندها يعني ما كتفوت المعده يعني المستخلص ديالها كيكون في يعني تقطع في شلاضه مثلا، أو لا كنجرحوها كنخليوها وكنجرحوها. اولا طريقه اخرى اللي ذكرتها الاخت مثلا كنسلقوها
وهنا من الأحسن نكون نسلقوها مع واحد الحويجة اللي احنا غادي ناكلوها معها، مثلا قلحوها مثلا مثلا في حويجة مثلا في حال الحسوة، في حال الشيشة، في حال البصارة، في حال هكا، وقلحوا التوم بكل شيء لها، لدرجة ملي كنبغيو ناكلوها كان دغيا كدوز لينا. وهنا حتى ديك بعض المواد مثلا ديك لاديسين لاديين اللي هما ولا السينات اللي هما معروف عليهم لانهم شويه مجهدين، الاضرار ديالهم على المعده كتكون بواحد الشكل كثير قليله. نعم، احنا كنعرفوا انه في اغلب الاحيان في الكوزينه المغربيه، يعني هنا ربات البيوت دكتور عبد الخالق رمضاني، غالبا ما الثومه كتستعمل محكوكه. فهنا بالنسبه لهاد الناس اللي مصابين مثلا بداء السكري او لا، واش كتكون بنفس الفائده وبنفس المنفعه ولا لا؟ كتنقص الا كانت محكوكه ومحيدين ليها القشره ديالها. لا، هي كتبقى دائما الثوم كتبقى دائما فاش كندخلوها في الاطباق ديالنا دائما كتكون بالمنافع ديالها. ولكن اللي نبغي نشير لجميع السيد والساده، راه في اغلب الاحيان اللي ما قلتش في كل الاحيان، لا كنستعملوها بواحد الكمية اللي هي قليلة. أيه. يعني ما كنوصلوش لهذيك، في أغلب الأحيان ما كنوصلوش للمنافع ديالها، ما كنوصلوش للمنافع ديالها. أيه. علما بأنهم دوك السومية ديالها، ديك الأضرار ديالها، يعني خاصنا ناخذ واحد الكمية اللي هي أكثر. نعم. وفي اغلب الاطباق يعني ربما الا ما كنوصلوش ليها، ما كنوصلوش. نعم. ما كاينش اللي كيوصل وقيله لثلاثه الدروس في اليوم. نعم، غادي نرجع عندك دائما دكتور عبد الخالق الرمضاني، اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه، ضمن حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، ودائما على ميد راديو. فاصل وراجعين، خليك انا مازال مستمر ومتواصل معكم اوفي انا ضمن برنامجكم صحه وسلامه. فغادي نمشيو هذه المره نتواصل مع باقي المستمعين الكرام، وفي مكالمه معنا فاطمه على الخط من ورزازات. اهلا بك فاطمه. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بنزيل ورزازات. الله يبارك فيك يا لالا. الله يرحم والديك. بغيت نسول الدكتور. نعم فاطمة. مرحبا لالا فاطمة. عندي الله يرحم لك الوالدين، عندي لحية في وجهي وعندي الظهر ديالي دارني هاد اليامات، ما عرفت مالي فيه. نعم، شحال في العمر ديالك فاطمة؟ العمر ديالي عندي 24 عام. وشنو بغيتي تعرفي دابا فاطمة؟ شنو بغيتي تعرفي؟ بغيت الله يرحم والديك شي وصفه عند الدكتور الا جات على خاطرك. كتستعملي شي ادويه فاطمه؟ لا دكتور، ما كنستعملهاش الادويه ديالي، حيت انا عندي المصران. اييه، دوزت عند الطبيب وخرج ليا شي دواء كناخذو. ودوزت على ود وجهي، زعما على ود سميتو اللحيه اللي عندي في وجهي. دوزت عند الدكتوره، قالت لي عندك شي الكويرات بايضين من الداخل، داكشي علاش فاش نايض لك لحيه في وجهك. واخا عطاتك شي دواء؟ كتاخدي دابا شي دواء عطاتو لك الطبيبه على قبل هذا المشكل ديال الوجه؟ لا، ما عطات لي والو، قالت لي سير ديري التحاليل. درت التحاليل مازال ما رجعت. اي، وخديتي التحاليل؟ خرجوا لك التحاليل فاطمه؟ اي، خرجوا لي. مازال ما خديتيهمش للطبيبه؟ مازال ما شافتهمش؟ واخا. واخا فاطمه، غير قولي انت مزوجه ولا لا؟ لا لا لا، انا باقي عزيبه. واخا واخا فاطمه، نجاوبوا على السؤال ديالك. شكرا لك، تواصلتي معنا. غير فاطمه الا سمحتي ما تقطعيش، رجعي لعند سميحه وخلي الرقم الهاتفي اللي هو خاص بك باش يتواصل معك ان شاء الله دكتور عبد الخالق الرمضاني، ويفيدك ان شاء الله، وياخذ حتى معلومات اكثر بالنسبه مثلا للتحليلات اللي هما عندك وهاد الامور كامله. فغادي نرجعوا غير الا سمحتي قبل ما نجاوبوا على السؤال ديال فاطمه. دكتور عبد الخالق الرمضاني، عتيقه كانت سولات على المعدنوس، واش كيخطر الدم ولا لا؟ مزيان نيت نصلحوا هاد المعلومه. كاين بعض الناس اللي كيستعملوا بعض الادويه اللي كتجري الدم، داكور، فيهم لافارين معروفين، خاصه بعض الناس اللي كتكون مثلا عندهم طلقات، عندهم شي حجره في الشعرق، يعني شي كيو في الدم مجمد في شي عرق كانت بدا ياخذ، او لا بعض الناس اللي عندهم مشاكل دي مثلا ديال القلب. يعني هادو كيبداو ولا هادو كيبداو ياخذوا واحد الادويه لواحد المده طويله، بعض المرات واحد المده طويله بزاف، باش يبقى الدم ديالهم يعني جاري بواحد الشكل في واحد المقدار اللي هو معين. هاد الناس هادو من بين الحويجات اللي كنصحوهم على انهم نصوح لانهم كياخذوا سوسون دي زونتي فيتامين كا، معنى كياخذوا ادويه ضد الفيتامين كا، لان الفيتامين كا كيلعب واحد الدور كبير في هاد العمليه هذه باش يتكونوا هاد ديال الكواغولاسيون اولا ديال التجلد ديال الدم. اذا هاد في هاد الحاله هادو من بين هاد الناس هادو كننصحوهم اولا بعض المرات كنمنعوا عليهم ياخذوا بعض الاعشاب، بعض النباتات اللي هي مصدر معروف عليها انها مصدر ديال الفيتامين كا،
مثلا من بين الحويجات اللي هم عارفينهم معروف من النوع اللي لانهم يستهلكوا حويجات فحال ليشو يستهلكوا حويجات فحال فحال لي زيبيناغ او لا شي حويجات اخرى. المعدنوس المعدنوس الخبيزة ولا البقولة ولا الموف ولا شيء بزاف الحويجات هكا هادو حويجات اللي معروف عليهم كذلك غنيين بالفيتامين كا يعني مصادر مهمة ديال الفيتامين كا. هادشي علاش هاد الحويجات هادو من الأحسن كنصحوا الناس اللي عندهم هاد كياخذوا هاد الأدوية أنهم ما يكتروش منهم ولا من الأحسن ما يتناولوهمش. أما الناس اللي ما عندهمش مشكل في هذا الاتجاه هذا فهنا نبغي نشير كذلك على أنه وخا ما كناخدوش وخا ما ناخدوش المصادر المهمة ديال الفيتامين كا من الخارج فردت ديالنا عن طريق ديك الجرثومات اللي كان عندنا في الأمعاء ديالنا هادوك راهم كافيين باش كيصوبوا لنا الكمية اللي احنا كنحتاجوها يوميا من الفيتامين كا. الفيتامين كا راه عندها أدوار أخرى من غير الدم. إذن هاد الناس هادو كما ذكرت ممنوع عليهم لأنهم يستهلكوا شي مصادر مهمة ديال الفيتامين كا. القزبر ولا المعدنوس يعني في الأطباق ديالنا شحال كنستعملوا منهم واحد كمية قليلة يعني بحال مثلا اللي هضرنا على المعدنوس فهو من بين المصادر المهمة يعني في واحد مركزة بزاف الفيتامين سي ولكن ما نعولوش عليه كمصدر لهاد المادة هادي. علاش؟ لأنه كما قلت في الأطباق ديالنا كنستعملكوه بواحد الكمية اللي هي قليلة ما كنوصلوش باش ناخدو باش نستافدو من هاد المكونات هادي. إذن عند الناس اللي ما عندهم حتى مشكل في الحركة الدموية ديالهم فهاد الحويجات كاملة اللي ذكرت لا منهم كيبقاو مصادر مهمة الحويجات أخرين من الألياف لافونويدات يعني بعض الأملاح يعني مصادر مهمة اللي ندخلوها في التغذية ديالهم بغض النظر يعني تأثير ديالها على تخطر ديال الدم عند الناس العاديين اللي ما كيستعملوش هاد الأدوية هادي فيقدروا يستعملوها اللي منهم الأخت عتيقة تستعملهم من دون أي تخوف. فاطمة من ورزازات أول حاجة المشكلة اللي عندها اللي هو خاص باللحية في الوجه دكتور عبد الخالق رمضاني وكان عارفوا هاد الأمر يعني بالنسبة للأنثى بالنسبة للمرأة يعني راه الإحراج مع نفسها أول حاجة مع الناس ربما كتر بعض المرات على أنه ناس ما تشوفهمش نهائيا يعني كيبقاو يسولوها وهاد الأمور كاملة راه كنشوفوا مثلا بنيتات اللي خصوصا في ديك المرحله ديال 18 سنه 19 سنه راه كتضطر على انها كتمشي مثلا للمركز ديال التجميل واحد زوج حتى ثلاثه مرات في الاسبوع باش كتزول داك الشعر يعني وكنعرفوا مثلا استعملت لا صيغ اولا بعض الامور ولا مواد راه كيكون حتى الالم مرافقها ولكن الغرض ديالها ما هو التجميل باش داك الشعر ما يبقاش وداك الاحراج ما يبقاش كذلك. شنو النصيحه اللي نقدروا نعطيو لفاطمه؟ هي احسن نصيحه اللي نقدر نعطي لفاطمه والنصيحه اللي هي علميه هي انها تتبع مع مختص. علاش؟ لأنه ما أول حاجة خصو يتعرف السبب واش السبب جيني أو لا هرموني أو لا شي حاجة هكا يعني ضروري أن احنا ذكرت على أنها بدأت في واحد شافت الحمد لله مختص ودار لها واحد تحليل يعني نمشيو بعدا كين في هذاك الاتجاه وربما بعدا كين حيت أهم حاجة في العلاج هي التشخيص. والتشخيص الحمد لله يعني نقدروا نتبجحوا بها هو أن احنا أغلبية المطلقة في المغرب يعني احنا باقين دي كلينيسيان باقين أطباء باقين مختصين اللي كيعتمدوا على الكلينيك على اليد على الفحص الحمد لله. وهذا الشيء اللي كيخلي يعني التشخيص يعني ربما في بعض الأحيان يعني على حسب التحاليل على حسب الفحص على حسب هذه كيقدروا يمشي واحد جوج النظريه او جوج الاحتمالات من بعد كنبقاو غاديين هذا حتى كنطيحوا على السبب الحقيقي ديال هذا المشكل ومن ثم كاين عاد فاش كتكون الاقتراح ديال العلاج. نعم غادي نمشيو بسرعه يعني باجوبه مباشره وسريعه دكتور عبد الخالق الرمضاني باش غادي نجاوبوا على السؤال ديال السعديه كتسولك على الكمون واش حتى هو يكون في هذه الصيدليه اللي كتكلموا عليها اليوم. هي بطبيعه الحال ربما ما عطيناهش لهم اليوم عطيناهم مثلا بين الحويجات اللي غادي يكونوا في الصيدليه الخضراء مثلا هضرنا على الثوم هضرنا على على الحبق الكمون كذلك على السكنجبير على الزعتر على ربما بحال بالنسبه للاخت فاطمه ربما
ربما حتى كف مريم قاتيلية اللي هو من بين الأعشاب اللي هي معروف عليها لأنها محفزة ليبوفيز اللي باش كتكون اللي كتكون بعض الاختلالات هرمونية. يعني سالمية هي عندها النعناع يعني اللي ما نساوش الأهمية ديالو بغض النظر يعني من بين الحويجات على انه مهدئ. البابونج كذلك يعني هادو سميتها القرفه داك الكلو دو جيروفل داك القرنفل ربما واحد وهنا ربما في الحلقه الماجيه غنتكلموا مازال كيفاش يصوم مثلا يصوم منه شويه عال مثلا في الوقت فاش كيكون مثلا داك الحرق ديال الدرساج شويه ديال شويه ديال البان دو بوش بهاد الحويجات هادي الوقت فاش كيكون مثلا حاله انتفاخ فذكرت الحبق مثلا مع شويه ديال الزعتر مع شويه ديال البابونش لانهم هادو حويجات اللي هما ربما للاسف كون بقات عندنا هذاك العلاقه مع الجداوات وداكشي يعني للاسف ضيعنا واحد العلم اللي هو مهم بزاف اللي كان كيدوز من جينيراسيون لجينيراسيون اللي عنده واحد المئات الا ما قلناش الاف ديال السنين ديال التجارب للاسف اللي ضيعناه في واحد الحقبه. وحنا الحمد لله خدامين كنحاولوا نرجعوا من الحويجات اللي عندهم ذاك البعد الوقائي الحقيقي. وهي ماشي فقط غير العلاقه يعني مع الجدات وهذه الامور دكتور عبد الخالق رمضاني, كاين ما هو اهم العلاقه مع الطبيعه اللي ما بقاتش كيف زمان, فهذه كذلك كانت نقطه مهمه بزاف. وحتى الداتا ديالنا ما بقيناش كنعطيو هذيك الامكانيه ديال انها تعالج راسها ديال انها تقاد لوتوريغولاسيون لوتوغريزون. هادو جوج الحويجات اللي مهمين اللي كانوا وللاسف ما بقيناش كنعطيوهم حقهم لدرجه مثلا دابا حتى الحريق مثلا الانسان مثلا ما بقاش كيتحمل الحريق. علاش؟ لانه ولف الذات ديالو غير كتحس بشي حاجه بسيطه كيعطي الكسل ولات كسوله. نعم شكرا لك دكتور عبد الخالق الرمضاني اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه, وان شاء الله مازال غادي نتكلموا على الصيدليه الخضراء في الحلقه المقبله والموعد ماجي معك. احنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه, ما تنساوش تسناو موعد جديد مع موضوع جديد دائما كيهم الصحه والسلامه ديالكم في الحلقه ديال غدا. لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد, كانت معكم وراء الميكروفون مجدولين علامه الادريسي رفقتني في الاخراج وسامحه مشكوره في استقبال مكالماتكم. صباح سعيده, الى اللقاء.